إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المضطهدين، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدتي نساء العالمين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا سادتي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا غريب يا مظلوم كربلاء يا وقعة الطب كم عين بك انذرفت وكم إلى الدين من ركن بك انهارا، تزلزلت فيك أرض الله وانسكبت من السماء دمع والعرش قد غارا، فيك يقضون آل المصطفى عطشا والماء طامع، فليت الماء قد غارا ويصبح الصبط شلوا فيك تصروا، شمس الأجير على الرمضاء صارا وحوله آله صرعا كأنهم جزر الأضاحي عليها التور قد ثارا، يا للرجال مقتولين ما كبد لهم تحن ولا نعشون لهم سارا، لئين رهن البيافي لا ترى لهم إلا السوافي ووحش البار زوارا، يا أقمرين بعراس الطف اجتي لنا حزنا يوجج في أحشائنا
نرى ما زرت أرضك إلا هيج شجن وأدمع ثار من عيناي مدرارا وممن النسوة التي يسار بهن تخالهن على الأقدام أقمارا حواسرا سلب الأعداء براقعها وجد ذلك مقراطا وأقمارا لهف لزينب إذ قالت مودعة الحزن باد ودمع العين قد ثار ألا تمرون بالقتلى نودعه ونقضي من ترب الخدين أطوارا ألا ودعتك الله يا جسد حامي الضعينة ساق مطايان العدى القوى خذون ودعتك الله يا ذبيح ما احتضمان عنك نور العين سافرت بيتايما مقطع الأوصال لو يحصل على الهوى ما فارقت جسمك يا سلطان المدينة ودعتك الله سفرتي صعبة وطويلة إحجام صانع ناقتي عجبة وهزيلة والله ما حد بقى منكم يا عقلين التجيلة بس العليل فوقنا قام قيدين لكنما المرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله العزيز في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لقضاء الحوائج وشفاء المرضى وتعجيل الفرج أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. ثانية يغفر الله رب. لا حب الزهراء. الثالثة ارحمنا بمحمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم يا كريم. للحديث مقدمتان، الأولى الشريعة المقدسة ديننا الإسلامي الحنيف دين يتعاطى مع الدنيا ويفتح لك آفاق الآخرة
يتعاطى مع المادة ويفتح لك سبل الجانب المعنوي أيضا والروحي أيضا والغيبي أيضا. لذلك الدين الحنيف ليس فيه نقص، متكامل حتى في الأمور التي الإنسان لا يشعر بها، لا يحسها، لا يراها. الدين الإسلامي يجي ويعرف على المجالات التي هي خافية أو تحتاج إلى معرفة، تحتاج إلى أن يطلع شوي الإنسان من خلال الأحاديث، من خلال الروايات، من خلال الآيات القرآنية، تنفتح إليه الآفاق، يشوف هذا الرحب الواسع، البحر المتلاطم زين من الخير والبركة والرحمة. ليس كل القضية مادية، مدارس الأخرى، مناهج الأخرى تركز على الجنب المادية، هي بداية وهي النهاية. الدين يقول لا، مو كل ماديات، حتى في مجال الجوائز مو قضية مادية، لا معنويات أيضا، روحيات أيضا، أعمال توصلك إلى رضا الله سبحانه وتعالى، من جنبه معنوية وجنبه روحية تتألق من خلالها إلى رب العزة والجلالة. أضرب مثال لك، تسمع أن فاطمة عليها السلام كما يقولون الآن، ربما هذه الرواية في مجال التعريف والتعليم والتنبيه، لأن فاطمة الزهراء عليها السلام هي أسمى وأرفع وأعلى من هذا كله، ولكن ويضرب الله الأمثال شنو الناس من باب إليك أعني واسمعي أجار. إنها تعبت في المنزل فجاءت إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشكت إليه ما أصابها من عناء من تعب، فأعطاها عن طريق الله، عن طريق الوحي تصبح الزهرة كتكريم تكريم. يعني القضية مو بس قضية مادية، لا، أكو هناك قضية معنوية، قضية روحية من خلالها زين الإنسان أيضا يسمو. لذلك أصبحت تسبيحة فاطمة الزهراء من التسبيحات التي هي مؤكد عليها ها، وعلى فعلها وعلى مواصلتها شيء كبير جدا، مو لأن فاطمة الزهراء ها من الناس اللي هي شكاية وأقل شيء تروح تشتكي، لا، وإنما هذا من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لها أن جائزتك يا فاطمة هاي التسبيحة اللي من خلالها أنت تستفيدين وشيعتك أيضا يستفيدون. لذلك حتى في النوم قبل النوم مستحب تسبيحة الزهراء، واحنا ما في مجال الآن إلى أنه نتحدث عن هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع هو بحد ذاته في شنو؟ في كثير من الكلام وفي كثير من المعنويات وفي كثير من الآفاق اللي يجي إنسان يطلع على أحاديث وفضل تسبيحة الزهراء يشوف عالم آخر. تسبيحة الزهراء ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإمكانه أن يأتي لها بخادمة، كان بإمكانه
لكن هذا يريد يفتح لنا أفق أن ديننا مو كله مادة، لا مو كله مال، مو كله عقار، لا أكو هناك آفاق أخرى. هذه مقدمة الأولى. المقدمة الثانية أيضا هي على صلة بالمقدمة الأولى لكن في جنب ثاني. أكو بعض الناس عندهم من أجل زيادة المال يقول لك تعال وسع تجارتك، بدل ما يكون عندك حانوت واحد حانوتين، بدل ما يكون في القرية خلي في المدينة، وسع تجارتك تكسب مال أكثر. وكلما اتسعت مؤسساتك التجارية المالية يصير الدخل شنو أكثر. تدخل كمساهم في البورصة أيضا ويمكن فد مرة تطلع عليك شنو ملايين الدولارات فيزداد مالك. طبعا هذا الكلام فيه جنب من الصح، احنا نريد نضوي على جنبة ثانية متعلقة بهذا. جنبة ثانية ايضا بعض الناس في نفس المقدمة يقول لك اذا اردت انه تصير دائما في صحة وعافية تبتعد عنك الامراض ويزداد في عمرك ايضا تصير صاحب عمر طويل، حافظ على النظافة، حافظ على الغذاء اللي هو كله فيتامينات، تاكل فيتامينات جيدة، غذاء متكامل. إذا أنت مشيت على هالضابطية هذه، نظافة من جانب، أكل فيه فيتامينات جيدة، فجسمك يبقى قويا، صحتك تكون جيدة، وعمرك أيضا شنو يطول. ويجيبوا تلعب رياضة، والرياضة بعد تعطيك أيضا شنو طول في العمر. ارجع على التقارير الطبية يجون لها المنحة. هذا كلامه سليم أيضا، كلامه سليم، لأن القضية مو كلية، لا أكون نسبية، المسألة نسبية وليس كلية. لكن دولات باعتبارهم انهم ينظرون الى الجانب المادي فقط، احنا كاسلاميين لهم ننظر الى هالجانب المادي، ولكن ننظر الى جانب اخرى ايضا متعلقة بهذه الجانب. وهذه اللي كثير من الناس شنو للأسف يغفلها او يجاهلها او يخلي لها اعتبار مو من المهمات عنده، مو من الاشياء المهمة عنده، وهي في الواقع هي اساس لتل. ربما هذه ايضا مقدمة على تل، قدمها على مسألة النظافة، مسألة الرياضة، مسألة زين الطعام محتوي على الفيتامينات، مقدمة على أيضا الكثرة في التجارة وتوسعتها حتى من أجل أن يزداد رزقك. هذا كله شيء طيب وشيء مقبول، ما حد يختلف وياك عليه، بس احنا نريد نضوي على شيء آخر. عندنا في الشريعة المقدسة أعمال وأخلاقيات من خلالها تحصل على هذا وأزود، تحصل عليه. من وين هذا؟ شلون عرفنا؟ خلينا نجي نطالع نقرأ أحاديث أهل البيت ونشوف هذا الحكي صدق لو لا. طبعا هذا الكلام يكون عند من يؤمن بكلام أهل البيت أنه حقيقة، أما الذي لا يؤمن بكلام أهل البيت طبعا هذا الكلام ما يشتريه بلا شك.
لأن هذا ينظر إلى الجنبة المادية، الشيء الملموس، أما الشيء الغيبي المعنوي الروحي زي هذا صحيح. بس احنا باعتبارنا مسلمين الى الله، مسلمين الى رسول الله، مسلمين للائمه عليهم السلام، فلذلك عندنا اقوالهم هي اقوال حقيقيه، كلمات واقعيه. وانا قلت لك من قبل في هذا المكان المبارك ان اهل البيت يكشفون حقائق، أهل البيت ليسوا من الجماعة المنظرة وليسوا من الفلاسفة الذين يتحدثون عن أمور معينة ولربما ليس لها شنو واقع في الخارج. أهل البيت ليسوا هكذا، أهل البيت حينما يتحدثون عن واقع حتى ولو لم نجده ونلمسه لكنه شنو واقع. هذه الجنبة الخلقية اللي جت الشريعة المقدسة وحثت عليها كثير جدا، ومن جنبة ثانية أيضا حذرت من عدم فعلها بثمار خطيرة تتمثل في شنو؟ تتمثل في صلة الأرحام. هذا الخلق العظيم، صلة الأرحام. صلة الأرحام ترى مو قضية عادية وبسيطة وسهلة، لا إنما هي من الأفعال الكبيرة العظيمة المؤجر عليها صاحبها وفاعلها. هذا الخلق يكفي في عظمته أن رجلا يأتي إلى الإمام يسأله أن لي قرابة على غير منهجي، على غير طريقتي، على غير مذهبي، أروح أزوره؟ لو لا قال لي نعم صله، روح. إذا كان من مذهبك فله حقان، حق الدين وحق النسب، وإذا كان على غير دينك فله حق. هو حق شنو؟ ثانية. ارجع للحديث، هذا موجود. وفي قطع صلة الرحم أهوال وخطورات ما تتصورها. تعال شوف، احنا الأمو بهالجنبة، لكن جنبة انه صلة الأرحام او تواصل الأرحام زيادة في العمر والمال. نريد نضوي على هاي الحقيقة. هذا الخلق يعطيك شيئين، انه يطيل في العمر وأيضا يزيد في المال. من وين هذا الحكي؟ من وين هذا الحكي؟ هذا الحكي وهذا الكلام من أناس معصومون قد قالوه. خلينا أولا نجي نعدد ثمار صلة الرحم. ايش تحصل عليه؟ شنو تكسب من وراه؟ اولا زيادة في الرزق. هذا احنا نعددهم بعدين اجيب لك مجموعة من الاحاديث اقراها عليك حتى تشوف مدى مصداقية هذا الكلام.
أن في صلة الرحم زيادة في الرزق، مو بس تكثير المشاريع التجارية هي اللي تدخل عليك الأموال وتكثرها، لا، هذا جزء من القضية. وإنما المحورية الأساسية والمهمة هو أن تكون واصلا لأرحامك. إذا كنت كذلك الله سبحانه وتعالى يوسع عليك الرزق حتى ولو كانت لديك مؤسسة واحدة أو حانوت واحد. الله يخلي بي شنو؟ بركة جهي بالكثرة؟ لا، إذا نزلت البركة حتى بأبسط الأشياء هذا لا، وإذا ارتفعت البركة حتى لو عندك مليون مؤسسة في العالم كله بس ما فيها بركة يكون مصروفاته أكثر من مردوداته. فإذا يا هو مهم، المهم في هاي الجنبة الخلقية أن تصل رحمك، فإذا وصلت رحمك واستمريت على ذلك الله سبحانه وتعالى يزيد في رزقك من حيث لا تحتسب. جرو إيش قارص إنك جرو. أمر ثاني أن في صلة الرحم أيضا الله سبحانه وتعالى يطيل في عمر الإنسان، مو بس الطعام الغني بالفيتامينات هي اللي تزيد في العمر أو تعطي الصحة، وليست الرياضة هي فقط التي تعطي الصحة وطول العمر والقوة البدنية، لا، وإنما في صلتك لأرحامك أيضا عامل أساسي إلى ذلك. أنا أقول لك الحين أعددهم حتى بعدين أجي أقول لك أحاديث، أقرأ وياك أحاديث. هذا الكلام ما جايبين إحنا من عندنا تنظير، قلنا لك إحنا ما ننظر، الحمد لله منبر الحسين ما في تنظيرات، منبر الحسين ها يفرغ عن أهل بيت العصمة والنبوة. الأمر الثالث في فعل خلق صلة الرحم أنه يقي الإنسان ميتة السوء، يقيه ميتة السوء. مش مدرينا يعني مش مدرك أنت لولا أهل البيت قالوا لنا في صلة الرحم ها يعطيك وقاية، يعطي الإنسان وقاية من أن يموت ميتة غير مرضية. معد عندنا في صلة الرحم حبيبي أنها تهون الحساب، تهون الحساب بالقبر. إذا أجى الملكان الكريمان عليهم السلام للمساءلة والمحاسبة يخففون عليه، وعند رب العالمين أيضا، رب العالمين أيضا ما يكون عنده تشديد في الحساب. يقول وجازف في القبر مجازفة ولا تناقشه، لأن إذا جت مناقشة مشكلة، إذا مناقشة مشكلة شو تسوي يا رب العالمين؟ مش عندك من أجوبة؟ هذه صلة الرحم خصلة بسيطة سهلة ما تكلف الإنسان شيء، مردودها شوف مردودها وش كثر. هذه أربعة بعد أنها تدفع البلوى، هاي الخصلة تدفع البلوى. وانت تدري انه البلاوي ما تدري من وين تجي، انت نايم ما تدري،
اللي الله هو يدري، لكن بفعلك هذا يخلي رب العالمين حاجب بينك وبين هذه كلها. شوف البلاوي شنو، البلاوي مثل نشبهها بالنيازك التي تقع على الأرض. شفت النيازك هاي البلاوي هالشكل، ما تدري ما تجي في أي وقت، بليل بنهار، كبيرة صغيرة، ما تدري شلون تقي نفسك من هذه كلها، بهذا الفعل، بهذه الخصلة. الله يخلي حاجب ما بينك وبينه. بعد أن في صلة الرحم حبيبي المؤمن أنها تعصم الإنسان من الذنوب، تعصمه من الذنوب. شلون؟ رب العالمين يهيئ له أسبابا تمنعه من ذلك، أن لا يقع في المعصية، أن لا يقع في الذنب بهذه الخصلة. أحاديث بون، خليني نجيب أحاديث، عددنا مجموعة، خلينا نجيب أحاديث ونضويها على هاي النقاط اللي ذكرناها. يقول نبينا محمد ثانية يغفر الله لكم، على حب الزهراء الثالثة، يقول صلى الله عليه وآله وسلم صلة الرحم تزيد في العمر وتنفي الفقر. المواظب عليها لا يفتقر، ما يفتقر أبدا، ما يحتاج للآخرين. يقول صلى الله عليه وآله وسلم صلة الرحم تهون الحساب، تهون الحساب وتقي نيتة السوء. ماكو فرق ما بين واحد يجيه الملك الكريم وهو ساجد في عبادة، وهو في ماتم في عبادة، واحد يجي له ملك الموت وهو في مكان آخر، ها أفرق فيه لو ما فيه؟ لا شك واجد فرق، واجد فرق. يقول أيضا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يا نوف صل رحمك يزد الله في عمرك. مو بس صح أعطيك طول عمر. ويقول مولانا الإمام باقر عليه السلام صلة الرحم، يجي أربع خصال الرحم، تزكي الأعمال، تزكيها بمعنى تصفيها، تخليها مركزة، وتنمي الأموال، وتدفع البلوى، وأيضا تنسي الأجل. خلي الإنسان ينسى الأجل، ما يفكر في الموت زايد، لا رايح في مجالات آخر. هذا رب العالمين يعطيه هذه الإفاضة. ويقول أيضا مولانا الإمام الصادق عليه السلام صلة الرحم تعصم من الذنوب
وهناك حديث للمولانا الإمام الصادق عليه السلام يقول لميسر رجل من أصحابه: يا ميسر، زاد الله في عمرك، فأي شيء كنت تعمل؟ شنو تسوي إلا الله طول عمرك؟ لأنه حالة انكشاف عند الإمام إلى هالرجل، حالة انكشاف أنه مفترض يموت. عدة مرات يكون موعد موته في الوقت الكذائي، بس رب العالمين يغير، لله الأمر من قبله ومن بعد، لله المشيئة. زاد الله في عمرك فما كنت تفعل؟ لطيف. قال: سيدي، كنت أجيرا، يعني كنت أشتغل، كنت أجيرا وأنا غلام صغير بخمسة دراهم أجريها على خالي، يعني إذا أعطوني أجرتي أروح أوديها لمنه؟ إلى خاله. أجريها على خالي. في حديث آخر متصل بهذا الحديث قال: يا ميسر، لقد حضر موتك أكثر من مرة، ولكن الله يؤخره. ليش؟ لصلتك أرحامك وأقاربك. هل فعل هذا الله سبحانه وتعالى؟ زين، يغير الأجل. ده إفاضات: الخال، العم، العمة، الخالة، البنات، الأولاد، أولاد أولادهم، هذه كلها عائلة. صل رحمك ولو بالسلام. الحمد لله الحين بعد المواصلات والتلفونات والأجهزة الحديثة ما بقت، ما خلت، خلت كل شيء شنو؟ ميسر. وعلى قولة الواحد صار العالم كله شنو؟ كرة واحدة. شنو ضرك لو رفعت التلفون وسلمت وباركت لهم بالشهر واطمأنيت على صحتهم؟ شنو ضرك؟ انت الكسبان، انت الربحان، هاي كلها تربحها. اكو جائزة من خلالها، او اكو فعل من خلاله تربح جائزة واحدة، بينما هذا الفعل عددنا احنا ما يقارب السبع جوائز الانسان يحصلها بهالخلق هذا. سبع جوائز الإنسان حصل عليها بالفعل هذا. مثل ما يكون عندك وله وحب وتفاني في الجنب المادية، خل عندك أيضا حب وشوق ها في هالجنب، هذه جنبته الأخلاقيات، لأن هذه الأخلاقيات لها وقع خاص. واحد يقول أنا ما موفق، ماكو واحد موفق، لكن أكو هناك أشياء اللي يمكن تمنع شنو؟ توفيق. ابحث شوف في أي موضوع، لأن ماكو واحد موفق. الله عز وجل فاتح المجال لكل الناس، لكل البشر، أسود أبيض، مرأة، رجل صغير كبير. لكن إذا شفت أكو تعسر في رزق، أكو أشياء في مجال البلاء، أكو كذا، ابحث عن هاي الأسباب. حد شوف أكو هناك شيء، لا تساهل. زيح الحجر هذه، شوف الماء شنو،
شلون اللي يمنع الماي؟ يمنع الماي الأتربة والأحجار، ما شكل؟ إذا زلت الأحجار والأتربة الماي شنو؟ إيجي؟ أما إذا خليت بالطريق كل أحجار وصخور، ها؟ أتبقى الماي يوصل إليك؟ ما يصير. عبد الطريق مع رب العالمين، رتب الطريق مع رب العالمين، تشوف انه رب العالمين يتعاطى وياك بالبخل ام بالكرام. هو كريم مع اننا مذنبون ومع ذلك هو يفيض علينا. وكيف إذا أصدقنا الإيمان معه وأصدقنا التعامل معه وأصدقنا التعاطي معه، شلون يكون الوضعية تختلف؟ ننزل التوفيق في كل شيء، في الويل، في العمر، في الجسد، في الروح، في العلم، في الفكر، ها، في الثقافة، في التدين، في كل شيء تنفتح لك الأبواب. لذلك في تفسير هذه الآية: الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: ذلك صلة الرحم وغايتها التأويلية. غايتها في الجنب التأويلية، يعني صلتك إيانا، صلتك إيانا، يعني الإمام الصادق سلام الله عليه هم يجي يقول لك الدرجة أيضا الثانية التي تأتي بعد صلتك لأرحامك وأقاربك، ها، صلتك إيانا. إيانا منه أهل البيت. شلون أنت ويا أهل البيت؟ شلون؟ على أي وضعية؟ لأن الناس يختلفون في تعاطيهم مع أهل البيت حتى منا أيضا. واحد تسمع بمجرد أن يسمع ذكر أو مجلس شوفه يخلي أعماله أشغاله يروح وينه؟ مجلس. واحد لا يسمع الميكروفون، يسمع أنه برنامج وكذا وغيره، مهتم. واحد يمر على الماتم وما عنده شغل وما عنده شيء، يروح عند الدكان يقعد. تلفون؟ وحتى ايضا اللي يحضرون ايضا الماتم هناك شنو؟ هناك ايضا اكو اختلاف في شنو؟ في التوجه. واحد يسمع ذكر الحسين تفيض اعينه بالدموع، ينصدع قلبه. واحد لا، بس عموما افضل من ذاك، يعني هو نسب ووجوده وكونه في مأتم الحسين خير وبركة. فإذا كان قد جاء بقلبه لا بجسده فقط فهذا نور، فلا نور، لأن هذا يخرج من مدرسة الحسين وهو كاسب للعبرة والعبرة. ثنتين حاصل عليهم، مستفيد. لأن العلقة ويا أهل البيت مطلوبة بعد الله سبحانه وتعالى. يأتي في الدرجة الثانية أهل البيت، أعرف كيف تتعاطى وتتعامل مع أهل البيت، لأنهم الركن الثاني بعد الله، الركن الثاني. أعرف شلون تتعامل إياهم، شلون تتعاطى وياهم. لابد ان انت تخلي نظرة الى هذا، لان هاي العلاقة ترفع شأنك عند الله. وابتغوا اليه وسيلة وجاهدوا في سبيله. جهاد، هذا جهاد. احياء ذكر اهل البيت جهاد، والله ينظر إليه نظرة
لأن ماتم الحسين ذكر الحسين لله سبحانه وتعالى نظرة خاصة. زينب تعلمنا دروس، تعلمنا عبر، تعطينا وتفتح لنا آفاق في الحياة. أهل البيت هكذا، ولكن زينب والزهراء ها تعطينا هذا الشيء، وإلا امرأة قتل رجالها وبقيت وحيدة، ماكو رجال، الرجال كلهم على بوغاء كربلاء مضرجين بدمائهم، والقوم أصبحوا في ولية عدو. وهذا قلب حاقد وقلب قاسي وقلب مريض، ما عنده رحمة، ما عنده شفقة، ما عنده عاط لا على مرأة ولا على رجل. زينب أخذوها ومشت نياق، تلك النياق العجة، ومرت زينب على أخوها الحسين. الله أكبر، شلون مرة هذه؟ هذه مرة عظيمة، مرورها على الحسين صدع قلبها، خصوصا لما نظرت أخاها الحسين وهو مقلوب على وجهه. وتدري الخيل داست الحسين، وش صنعت بجسد الحسين؟ هشمت وتهشي، قطعت وتقطيع. لذلك زينب ما تمالكت، أرادت أن ترمي بنفسها من ظهر الناقة إلى الأرض. إني فهلفت هادي، نظر إليها مولاي زين العابدين، قال عمه ماذا تريدين أن تصنعيه؟ قالت يا ابن أخي أريد أن أودع ابن والدي الحسين. قال عمه، عمه زينب ارحمي حالي. ودعي أخاك وأنت على بغر الناقة، إذا نزلت عم زينب فمن الذي يعينك على الركوب، وأنا على ظهر الناقة مقيد بالسلاسل والجامع على صدري. صاحت يا ابن أخي أريد أن أودع ابن والدي الحسين. قال لا ودعي وانت على ظهر الناقة. صاحت نور عيني حسين، وهجة قلبي حسين، والله لو خيروني بين المقام عندك او الرحيل عليك لاخترت المقام عندك، ولو اكلتني سباع الفلا. قال لي بها تنادي، لا تقول لا تقول ما عندك مروة، ولا تقول ضيعت الأخوة. اي والله انا مأخودتني حسين، قوة قوة شوف الشمر بي ايش سوى، ايش سوى يا زينب؟ قال الصوت علمتوني تلو، ودعتك الله يا عيوني، يردون عنك ياخذوني، والله شمروخي ولا لي باروني، هي انا خيت اخوتي ولا جاوبوني،
هاي والله نخيت اخوتي ولا جاء وابوني سين حاد بعون عزم على الشيء ومن الصبح دنا ونا يا نوق المهازل شوف انا يا حسين غير جبال الهموم تترادف قبالي يا خويا مثل الغيوم من حنة اطفالك بقيت بحال مشوه كنا حرم تدروني ما يا نسلك بلك بيه كيف الحرم من غير والي تقطع البيه شام يا ابن امي علينا درب اربعين ومشي الحرم بالليل فوق الهزة المشية لا تعثر النوق الهوى يا دج لازم تميل بعيد مهما لسكينا لو زلزل من يجيله ولو طاح من عدنا طفل يا ويشيل حاد بعن ترويعنا البرد غليله وهالبر الاكبر ما تقول يقطع الرجاج وحرق الخيم يا حسين ما خلى لنا حال احرم طعم دور قلبها فقد الرجال والله ما ضلنا جلاد لركوب الجماعة ما هودت عيني ولا ساعة من الليل بعد يريدون نسافر يا بعد اليوم خليه يا ليت من قبل السفر نقعد نواري هذا الفراق وين يا ابن امي لاقي لقول خلتني العزيز بغير تغسل لا تقول عني سافر سافر ما مادع رحايا اخواتي وللقبور للقبر ما شاء يا ليت وياك بالبار بالبار يتركوني لروح عسرا يسرا فوق المهازل وغدت سيرة خدرها ابنة فاطم لم تلق غير أسيرها المصفودة. إلهنا نسألك وندعوك يا حب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر. اللهم اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا نراه قريبا. اللهم فرج عن إخواننا المعتقلين فرجا عاجلا. نعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عنا شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتنا هذه ولك قبلنا تبعة أو ذنب تعذبنا عليه. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام
في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام، فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. اللهم ارحم علماءنا الماضين، أيد الباقين العاملين المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها، جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا في أنفسهم ومن يلوذ بهم، اقضي حوائجهم، يسر أمورهم، شافي مرضاهم، المؤسسون تقبل أعمالهم، احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم، وإلى روح موتهم وموت الحاضرين وموت المؤمنين، وإلى أرواح الشهداء للجميع نولي ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات.